السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنشرح Lecture 3 and 4. Lecture Title اللي هو Series DC Circuits. فنجو لأول شيء للSeries Resistors اللي هو توصيل المقاومات على التوالي. تمام؟ فهذا أساس الكورس. تمام؟ فكيف أني نعرف المقاومات هل متصلات على التوالي أو لا؟ ولاحقا حندرسوا توصيل المقاومات على التوازي. فبعدين يجب على الطالب أن يفرق هل المقاومات اللي عندي في الشكل اللي أمامي هل المقاومات متصلات على التوالي أو على التوازي. فكيف نعرف أن المقاومات متصلات على التوالي أو التوازي؟ فنجي ونشوف. أول شيء الدائرة اللي أمامي متكونة من ثلاثة مقاومات R1, R2 and R3. أعطاني بداية سلك، بدايتها سماها البوينت A ونهايتها سماها البوينت بي. فنجي ننظر بهالاتجاه باش نجيب الار توتل. الار توتل اللي هي التوتل ريزيستانس او المقاومه الكليه للفيجر اللي امامي. تمام؟ فنبي نجي نشوف ندرس حركه التيار. هو هنا ما اعطانيش لمصدر جهد لمصدر تيار، لكن اعطاني بوينت اي واعطاني بوينت بي، ورالي بدايه السلك ونهايه السلك. تمام؟ فني ونجي نشوف هنايا وندرس حركه التيار. تمام؟ به لما نجي ندرس حركة التيار، لنفترض أن التيار مار من النقطة A للنقطة B أو من النقطة B للنقطة A. فنفترض إحنا هنا بحالتنا هذه أن التيار مار بهالاتجاه من النقطة A للنقطة B. تمام؟ نسموه I total. أوكي؟ نسموه I total اللي هي I و T capital في الأسفل. تمام؟ مر التيار هنا مر في المقاومة واحد، هو نفس التيار I total، هو نفس اللي مر في المقاومة R2 ونسموه I2 هو نفس ال I total، هو نفس اللي مر في المقاومة R3 نسموه I3 أو I total أو I2 لأنهم كلهم نفس القيمة، هو نفسه حيمر بالسلك لين ما يطلع من الطرف الثاني اللي هو البوينت B، هو نفسه هنا حيطلع عندي شني ال I total. نفترضوا أن ال I total بتساوي 5 أمبير، هي نفسها حتطلع عندي هنا 5 أمبير. تمام؟ شن صار؟ التيار ما تجزئش. ما دام التيار ما تجزئش إذا المقاومات الثلاثة راهم متصلات على التوالي. تمام؟ ولهذا هنا لو أنك تجي تشوف الإكويشن هذه عندك الـ R total بتساوي بصفة عامة R1 بلس R2 بلس R3 بلس R4 إلى Rn من المقاومات. ليفترض على قد ما عندك من مقاومات R1 R2 R3 4 5 6 لعند ما شاء. تمام؟ من المقاومات فأنت بجي تجمعهم. حاجة واحدة أنت هنا حتراعي الوحدات. لو أن لاحظنا الفجر اللي أمامنا كلها عطيها لي باش بالأوم، 10 أوم 30 أوم 100 أوم، فنجمع جمع عادي نقول العشرة بلس 30 بلس 100 هدوما 140، وفي الأخير لازم نكتب الوحدة اللي هي الأوم، والوحدات مهمة. تمام؟ عندنا في الكورس لو إن نفترضوا إن المية هذه كانت بالكيلو، إذا هنا ما نقدرش نقدر نجمع العشرة مع 30، أي نعم لأن ليهم نفس الوحدة، بنقول 40 أوم بلس المية كيلو معناها 100 ضرب 10 أس 3. تمام؟ باش هنا نقدر نجيب الـ R total. فقال لك هنا ملاحظة، كل ما زادت عدد المقاومات كل ما زادت قيمة الـ R total. نجود الإكزامبل اللي أمامنا، أعطاني مجموعة مقاومات وقال لك أوجد لي الـ R total. هنا قال لك determine the total resistance of the series connection في الفيجر 2. هنا قال لك أوجد لي الـ R total أو الريزيستانس الكلية أو المقاومة الكلية للدائرة اللي أمامي اللي متصلة على التوالي. هنا جه وقال لك للدائرة اللي متصلة على التوالي، فأنا مش قصدي في القدام لما يتقدم الكورس مش حنوضح لك لا مقاومات متصلات على التوالي او على التوازي. الطالب هو اللي المفروض يعرف التوصيله. تمام؟ او نوع التوصيله. به نجي نشوف هنا يعني بندرس هل المقاومات هادو متصلات على التوالي او لا. قلنا باش واحده من الطرق نجي ونشوف مرور التيار بالمقاومات. لو إن مر فيهم نفس التيار إذا المقاومات راهم متصلات على التوالي. إذا اتجزأ التيار الكلي اتجزأ فيما بيناتهم إذا المقاومات
بعدين ندرسه. في منهم حيكونوا مثلا متصلات على التوالي وجزء منهم متصل على التوازي، تمام، او الكل متصلات على التوازي، هذا حندرسوه لاحقا. فالتشكيله اللي امامي نجي وندرس نشوف حركه التيار زي ما درنا في الفيجر اللي امامه. قال لك هذا سلك بدايته A ونهاية الطرف متاعها سماه B. فنجي نشوف الآي توتل، نفترض إنها بدت من A، دخل التيار الكلي على المقاومة واحد، هو نفسه ما تجزئش، نفس السلك، هو نفسه في الآر 2، هو نفسه اللي مر اللي في الآر 3، هو نفسه اللي مر في الآر 4، هو نفسه الآي توتل. إذا هنا التيار اللي عندي خيرة نفسه ما تجزئش، إذا المقاومات الأربعة راهم متصلات على التوالي. إلا عندي هنا ملاحظة إن بنشوف لليونتس للوحدات هذه 20 أوم، R1 R2 220 أوم، R3 1.2 كيلو أوم، R4 5.6 كيلو أوم. ونتلاحظوا هنا لازم ناخذ الوحدات في عين الاعتبار، معناها نضرب 5.6 في 10 أس 3 وبنضرب 1.2 في 10 أس 3، تمام. شوف شنطلع عندي الار توتل بتساوي 7040 اوم اللي هي نفسها 7.04 كيلو اوم، تمام. بعدين هنا عندي نوت ملاحظه، قال لك لو ان المقاومات كلهم متساويات، باش نبسط على نفسي، نفترض هذه قيمتها 20 اوم وهذه 20 اوم وهذه 20 اوم وهذه 20 اوم، فبدل ما نقعد نجمع نقول 20 الار توتال بتساوي 20 اوم بلس 20 اوم بلس 20 اوم بلس 20 اوم، لا. فقال لك الار توتال تقدر تجيبها بهالطريقه، ولو انك تبي تبسط على نفسك تقدر تقول الار توتال بتساوي ان في الار، حيث ان عدد المقاومات والار قيمه المقاومه. امتى يستخدم القانون هذا؟ لما يكونوا المقاومات اللي في الدائره اللي هم متصلات على التوالي كلهم ليهم نفس القيمه. فبتقول الار توتال بتساوي زي ما قلت لكم، لنفترض ان المقاومات الاربعه قيمتهم 20 اوم، فبتقول ار توتال بتساوي ان قداش قلنا اربع مقاومات، اذا اربعه وقيمه كل مقاومه قداش لنفترض قيمتها 20 اوم، فبتقول الاربعه في ال 20 اللي هم بيساووا لي 80 اوم، تمام. نجو للمقاومه او سوري للدائره اللي امامنا هذه، قال لك نفس الشيء، فايند التوتال ريزيستانس للدائره اللي امامنا. فلاحظوا هنا ان عندي اربع مقاومات R1 R2 R3 نفس الشيء. قلنا كيف نعرفوا المقاومات هدوما متصلات على التوالي او لا؟ نجي نشوف حركة التيار، اعطاني نفس الشيء، السلك بدايته سماه A ونهاية طرف السلك سماه B. نجي نشوفوا حركة التيار، هو نفسه اللي مر في R1، إذا كان التيار بيمر بيبدأ من بوينت A، ما نفسه مر في R1، هو نفسه اللي مر في R2، هو نفسه اللي مر في R3، هو نفسه اللي مر في R4، هو اللي بيخرج نفسه من البوينت B. إذا التيار الكلي الآي توتال هو نفسه الآي1، هو نفسه الآي2، هو نفسه الآي3، هو نفسه الآي4، تمام؟ إذا هنا التيار ما تجزئش، إذا المقاومات تراهم متصلات على التوالي. نجي نشوف قيم المقاومات، حنقام كلهم قيم متساوية 3.3 كيلو أوم 3.3 كيلو أوم 3.3 كيلو أوم، وهنا نفس الشيء. إذا نقدر نستخدم القانون هذا بدل ما نقول 3.3 في 10 أس 3 أوم بلس نفس الشيء 3.3 في 10 أس 3 أوم بلس بلس، فنختصر على نفسي ونقول الآر توتل بتساوي إن في الآر، لأن قلت لك عدد المقاومات قداش عددهم أربعة، في قيمة كل مقاومة 3.3 كيلو أوم، إذا الآر توتل حتطلع عندي بتساوي 13.2 كيلو أوم. تمام. هنا يعطاني ملاحظة تانية، قال لك الار توتل في حالة التوصيل على التوالي ما تتأثرش بتغيير مكان المقاومات في الدائرة. لنفترض هنا الار 1 قيمتها 30، هنا الار 2 قيمتها 82، والار 3 اللي هي قيمتها 10 اوم، مش حتفرق عندي الار توتل لو اني حولت الار 3 هنايا والار 2 جبتها هنايا والار 1 جبتها هنايا، مش حتفرق عندي، تمام. اعطاني هنا اكزامبل، قال لك احسب اكزامبل 3، احسب التوتال ريزيستانس للشكل اللي امامكم، تمام. فبنجيب الار توتال، انا بنقول هنا
كيف نعرف ان المقاومات متصله على التوالي؟ نفس الشيء نقول لكم تعالوا ونشوفوا حركه التيار. نفترض ان الحركه التيار يبدا من العقده A. نجي نشوف هو نفسه مر في الR1، هو نفسه مر في الR2، هو نفسه مر في الR3. لازم ترسم باش توضحي نفسك. نفس المر في الR4، نفس المر في الR5، نفس اللي خرج من البوينت B. اذا التيار ما صار لاش تجزؤ، اذا المقاومات اللي عندي الخمسه راهم متصلات على التوالي، تمام؟ فنجي للR total، تجي حاصل جمع بس ال 4.7 بلس ال 1 كيلو بلس 2. كيلو بلس ال 1 كيلو، تمام؟ او هنا شنو بيوضح لك؟ قال لك في مقاومتين لهم نفس، تبي تستخدم الطريقه هذه باهي، اوكي؟ تبي تقول انها R total بتساوي R1 بلس R2 بلس R3 بلس الان في الR2. علاش قال ان في الR2؟ بحكم ان المقاومه الرابعه والخامسه لهم نفس القيمه، فبيدخل القانون هذا، فقال لك 3 في الواحد كيلو اوم مع حاصل جمع المقاومتين R1 والR3. لاحظ ان الR2 والR4 والR5 لهم نفس القيمة، معناها 3 مقاومات ضرب 3 في الواحد كيلو، فطلع حاصل جمعهم او الR توتال اللي هالسيركت اللي امامي قيمتها 9.9 كيلو اوم، تمام؟ بعدين نجي للسيريس سيركتس، تمام؟ فيما فات بدينا وقلنا السيريس ريزيستنس، فوضحنا كيف يتم توصيل المقاومات على التوالي، او كيف نعرف هل المقاومات اتصلت على التوالي او لا. فنجي توا بدخلهم مصدر جهد، تولد سيركتس، صح؟ تولد دائره. فبنجي نشوف توصيل الدوائر على التوالي، وكيف يتم توزيع التيار، وكيف يتم توزيع الجهد على المقاومات. تمام؟ اعطاني هنايا فيجر، اعطاني هنايا مصدر الجهد، طبعا نرمزوا لمصدر جهد في الدوائر بهالشكل هذا، هذه القطبيه السالبه لمصدر جهد، وهذه القطبيه الموجبه لمصدر الجهد، نرمزوا لها برمز اي، تمام؟ طبعا هنايا وهذا رمز لخط الارض، تمام؟ وعندي هذا رمز مقاومات ار1، عندي ار2، وعندي ار3، تمام؟ كيف انا نعرف ان المقاومات هذه اللي عندي متصلات على التوالي او لا؟ بنديروا اختبار فيما فات، نقول البوينت A هو اللي مر منها التيار لما يخرج من بوينت B، تمام؟ لان ما كانش هنا فيه مصدر للطاقة سواء تيار او جهد. فهنا شن عندي؟ عندي مصدر الجهد، وفي اول ليكتشر قلت لكم انه حيكون اتجاه التيار بهالاتجاه، يا اما تقول بهالاتجاه او تقول من الموجب لعند السالب، تمام؟ فنجي هنايا نشوف اتجاه التيار، هنايا نسبو هنايا رمزوا له بالاي اس اللي هو اي سورس تيار المصدر، لانه خارج من المصدر، او احنا نسمو فيه او يسمى بالاي توتال، تمام؟ يا اما بتسميه اي اس او بتسميه الاي توتال، تمام؟ لما تجي تشوف بهذا اتجاهها طبعا من السالب الى الموجب بهالاتجاه، او هو الاصح انه من الموجب لعند السالب، تمام؟ فنجي نشوف التيار هذا الاي اس مر بهالاتجاه، حتى ار توتال بنجيبوها بهالاتجاه نفس اتجاه اي توتال او اي سورس، فمر بهالاتجاه هو نفسه اللي مر في الار1، اذا الاي1 هو نفسه الاي توتال، هو نفسه اللي مر اهو هنا الاسهم توضح، هو نفسه اللي مر في الاي2، اذا الاي2 نفسه قيمه الاي توتال، هو نفسه اللي مر في المقاومه الثالثه، اذا الاي توتال التيار مر في المقاومه الثالثه هو نفسه الاي توتال او اي سورس، هو نفسه اللي بيعود لمصدر جهد، اذا المقاومات الثلاثه راهم متصلات على التوالي، حكم ان التيار خيره ما صار لاش تجزؤ. بعدين احنا لو قلنا تشوفوا هذا ال V1 يشير الى الجهد على المقاومه واحد، وشوف البولاريتي، البولاريتي او القطبيه قال بلس ماينس، مر فيها بالاتجاه التيار، تمام؟ ولهذا نقوله بلس ماينس. وهنا نفس الشيء قلنا V2 على R2 سميناه بلس ماينس، هنا نفس الشيء بنقول البولاريتي بلس ماينس، تمام؟ في 3. طب في حالة التوصيل على التوالي التيار كله ثابت على جميع المقاومات، ولكن الجزء حيتجزأ ما بين المقاومات، كل مقاومة على حسب قيمتها، تمام؟ هذه بعض الملاحظات اللي أنا أوريدي اتطرقت لها
على الفيجر هذا. بقى. فعندي I source اللي هو هذا I source شن حيساوي بقانون أوم؟ حيساوي لي جهد على مقاومة، هنا بنقوله E على R total بحكم إنه I source اللي خارج بواسطة المصدر، بنقول الـ E على الـ R total بشان نتحصل عليه I source أو I total. تمام؟ بقى. هذا خدي الشكل هذا نفسه، لو إنا جينا وحولنا مصدر الجهد أو تخليه زي ما تبي. تمام؟ فالمهم أنت كيف تعرف، زي ما قلت لكم مدام التيار مر بهالاتجاه أو هو المفروض لازم يمر بهالاتجاه زي ما قلت لكم من السالب للموجب بهالاتجاه، يمر فيهم الثلاثة نفسها، إذا المقاومات الثلاثة راهم متصلات على التوالي. فجبنا هنا الـ R total بتساوي 140 أوم لأن لهم نفس الوحدة، عبارة على جماعة الأرقام فقط. نبي نجيب الـ I source، شن بتقول؟ بتساوي الـ E على R total، أوريدي هو الـ E عاطيها لي الفوق في الإكزامبل 8.4 فولت، وأنا هنا طلعت الـ R total حسبتها طلعت 140 أوم، إذا الـ I source بتساوي 0.06A اللي هو نفسها 60 ملي أمبير، لازم ما ننتبه للوحدات، وأنا أوريدي أعطيتكم جدول في أول محاضرتين يوضح الوحدات. بعدين شوفوا إذا كان اتجاه التيار في هالمقاومة بهالاتجاه، إذا أول ما داخل على المقاومة نقول بالنسبة للبولاريتي فبنقول بلس ماينس في، إذا كان بالعكس التيار مر حنقول راهو بلس ماينس في، وهذا الفيجر سي إذا كان مر التيار للأعلى فحنقول بلس ماينس، ولو كان للأسفل أكيد حنقول شني بلس ماينس العكس. إذا الجهد في 1 اللي هو شن بيساوي I1 في R1 قانون أوم، جهد شن بيساوي تيار في المقاومة، لكن أي جهد الـ V1 هو بيساوي التيار اللي مار في المقاومة الأولى في قيمتها، V2 بيساوي التيار مار في المقاومة الثانية في قيمتها، والV3 هو بيساوي التيار اللي مار فيها الـ I3 في قيمة المقاومة R3. زي ما قلنا راهو إن الـ I1 هو نفس الـ I2 هو نفس الـ I3 هو نفس الـ I source، لأن المقاومات اللي عندي هنا الثلاثة راهم متصلات على التوالي. تمام؟ به هنا قلنا إذا V1 نفسه بتساوي I1 في الـ R1، زي ما قلت لكم هو نفس الـ I1 شو ما نقدر نقوله I source أو I total في الـ R1. تمام؟ وهنا أوريدي طلعت قيمته 60 ملي أمبير. تمام؟ فنقول 60 ملي أمبير في العشرة أوم يطلع لي 0.6 فولت. هنا ما دام قلت ملي ما تنساش باش تحولها للأمبير وتضرب في العشرة ماينس 3، ولهذا زيد نكرر تاني راهو الجدول متاع الوحدات راهو مهم جدا. تمام؟ نجول الـ V2 بتساوي I2 في الـ R2 واللي هو نفسه بيساوي الـ I source في الـ R2 اللي هي بيساوي 60 ملي أمبير في 60 في سوري في 30 اوم، حيطلع عندي ب 1.8 فولت، والV3 بتساوي I3 في الـ R3 هو نفسه راهو بيساوي I source في الـ R3 او الـ I total في الـ R3 اللي هو بيساوي 60 ملي امبير في المية، حيساوي 6 فولت. تمام؟ به. بعدين عندي اكزامبل ثاني، الدائرة اللي امامنا قال لك اوجد الـ R total واحسب لي الـ I source واحسب لي الجهد على كل مقاومة. هنا بنجي وبندرس هل المقاومات متصلات على التوالي أو لا. قلت لكم بنجي وبنشوف حركة التيار، اللي هو حركة التيار حتكون من القطب السالب الموجب على الاتجاه، هذه الـ I total. تمام؟ إذن بهالاتجاه أو موضح هنا يا I source بالاتجاه، إذا منشوف مر في المقاومة واحد تمام، مر في المقاومة اثنين تمام، ما صار لاش تجزؤ، مر في المقاومة ثلاثة تمام، بعد رجع نفس التيار، إذا المقاومات الثلاثة راهم متصلات على التوالي. إذا الـ R total شن بتساوي؟ حاصل جمع الثلاثة مقاومات R1 قيمتها 2 أوم، R2 قيمتها 1 أوم، والـ R3 قيمتها 5 أوم. كيف نجيب البولاريتي أو القطبية على كل مقاومة؟ هنا نقول مر التيار I source هالاتجاه، إذا بنقول بلس ماينس بي 1 نفس الشيء، مرة هنا يبقى الاتجاه إذا بلس ماينس، ومرة هنا يبقى الاتجاه إذا بنقول بلس ماينس في 3. تمام؟ بنقول الـ R total حتساوي R1 بلس الـ R2 بلس الـ R3 اللي هم نفس الوحدات، إذا R total بتساوي 8 أوم. قال لي احسب الـ I source باستخدام قانون أوم بيساوي E مصدر جهد الكلي على R total، لأن الـ R بالـ I source أو الـ I
التوتل بتساوي 20 فولت زي ما معطيها هنا ياهو، مصدر جهد قيمته 20 فولت عليه 8 اوم حيطلع 2.5 امبير. بعدين قال لي احسب لي الجهد على كل مقاومه، قلنا ال V1 بتساوي التيار اللي مار فيها في قيمه المقاومه، V2 بتساوي التيار اللي مار فيها في قيمه المقاومه، V3 بتساوي التيار اللي مار فيها في قيمه المقاومه، وتفهمنا بما انهم متصلات على التوالي ثلاثه مقاومات، اذا I1 هو نفس I2 هو نفس I3 هو نفس I total او I source، تمام؟ دي تضرب قيمه التيار الكلي في المقاومه اللي قيمتها 2، نضرب التيار الكلي في المقاومة الثانية اللي هي قيمتها 1 أوم، نضرب التيار الكلي 2.5 أمبير في قيمة المقاومة الثالثة قيمتها 5 أوم، حيطلع عندي يساوي 12.5 فولت. نجي للإكزامبل 5، قال لك احسب نفس الشيء الـ R total ويبي احسب التيار I source، تمام؟ وقال لك احسب ووضح لي اتجاهها، تمام؟ وبعدين قال لك find the voltage across resistor 2، يبي الجهد اللي عليه المقاومة 2، وقال لك ووضح لي البولاريتي نتاع الجهود، تمام؟ فيعتبر هذا اللي باللون الأزرق هذا حل، مش حتلقاه أنت في الامتحان، هذا اللي باللون الأزرق هذا يعتبر من ضمن الحل. نجيب للسوليوشن، تمام؟ فنجيب الـ R total نشوف هل المقاومات هادو متصلات على التوالي أو لا، نجي نشوفوا حركة التيار، شوفوا ركزوا هنا يا انقلب السور صح ولا، لو انك تركزوا على الاكزامبل اللي قبله حتلقوا بلس ماينس، لكن هنا صار ماينس بلس، معناه كيف بيكون اتجاهها التيار؟ حتكون اتجاهها بهالشكل، هذا الـ I total أو الـ I source، تمام؟ حيكون اتجاهها بهالشكل. اوكي، ما دام مر بهالاتجاه، مر في المقاومة 4 هو نفس اللي مر في المقاومة 3، هو نفس اللي مر في المقاومة 2، هو نفس اللي مر في المقاومة 1، ونفس رجع للسورس، إذا المقاومات مر فيهم نفس التيار I total، إذا المقاومات الأربعة رهم متصلات على التوالي. فنجيب الـ R total عبارة لحاصل مجموعهم حيعطيني R total بتساوي 25 أوم، تمام؟ بعدين قال لي احسب الـ I source، فالـ I source اللي هو بتساوي E بقانون اوم جهد عليه الار توتل، الجهد الكلي على المقاومه الكليه، الجهد قيمته 50 فولت، اوريدي طلعت الار توتل بتساوي 25، نقسم ال 50 على 25 حيعطيني 2 امبير، تمام؟ بعدين المطلوب الثالث قال لك احسب الجهد على المقاومه الثانيه ووري لي البولاريتي، تمام؟ اني نقدر نوري البولاريتي او نجيب الجهود على المقاومات كلها والقطبيه على المقاومات كلها، تمام؟ هو طلب لك هنا على المقاومة 2 بس، فاني نقدر نجيبهم عليهم كلهم، فنقول بما ان اتجاهها بهالاتجاه مسار متاع التيار، معناها داخل هنا يا بلس ماينس في 4 نسبة للار 4، هنا نقول بلس ماينس في 3، هنا نفس الشيء نقول بلس ماينس في 2 بلس ماينس في 1، تمام؟ اذا هنا قال لي هو جيب الجهد على المقاومة الثانية بس، فبنقول الـ V2 بتساوي I2 في الـ R2 اللي هو نفسه، قلنا التيار الثاني هو نفس الـ I source أو نفس الـ I total في قيمة المقاومة الثانية 4 أوم، إذا 2 في الـ 4 بتساوي 8 فولت، وهنا يا أوريدي أنا حددت البولاريتي،